صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدل قول الله جل وعلا وألقينا فيها رواسي على أن الأرض لا تدور؟ يا أخي وش تبي بدوران الأرض؟ وش تبي بهالأمور هذه؟ الأرض قرار كما قال الله جل وعلا، جعلها الله قرارا ثابتة مستقرة، جعل لكم الأرض قرارا. يكفيك هذا، يكفيك ما في القرآن. نعم، ولا تذهب مع النظريات الجغرافية التي إنما هي حدس وتخمين. نعم.